الفرصة متاحة والجماهير تترقب. العمري حاطها حلوة يا ولد يا ولد يا ولد عالمي يا عمري. الله حلقت ولا أروع هدف خيالي. شين ينواب أشرف باحتساب الهدف. نعم هدف صحيح لمصعد الاتحاد عن طريق العمري. نريد المرور من خلالها يا صالح. يتقدم بيلعب لكرة عرضية لكن الكرة في المرمى. احتفل يا صالح. الهدف صالح والتي صالح. يا كياردو يا كياردو. والله شوف مواقف كثيرة لكن من أكثر الأشياء اللي ممكن واحد أذكرها هي المعسكرات اللي كنا نعيشها في فترة من الفترات. كنا معسكرين مع المنتخب في أبها, وكانت يعني من اللحظات الجميلة اللي عشناها في رمضان يعني مع اللاعبين ومع يعني الجهاز الفني والإداري. فممكن هذه من أكثر اللحظات اللي تكون جميلة في رمضان. كل عام وانت طيب ان شاء الله. وانت بخير ان شاء الله, والمتابعين كلهم بخير, والله يعيد علينا وعليكم احنا وتمسح العافيه ان شاء الله. السنه هذه كنت حنجلد يعني سوء تفاهم كذا, ولكن الحمد لله عدت على خير. فانا انصح الناس يا اخي انهم يتماركوا اعصابهم في الشهر هذا. والله يعني انك تتمارك اعصابك في الشهر هذا افضل من انك يا اخي تكتسب يعني شغله ما يعني انت بغنى عنها للامانه.